السلام عليكم. النهاردة هتكلم عن الفيدباك بالنسبة للكورس BMP اللي أخدته مع البشمهندس إيهاب. الكورس بصراحة هو منظم جدا، في بلان بتمشي عليها، خطوات بتعملها، بس مجرد ان انت بتعمل فولو للخطوات دي، ما فيش اللي هو الكلام اللي بنسمعه دايما عن البي ام بي اللي هي صعبة ومحتاجة مذاكرة كتير ومحتاجة شهور علشان سيرتيفايد وتبقى معاك السيرتيفيكت، وان انت لازم تبذل مجهود. هو انت لازم تبذل مجهود طبعا، بس الفكرة كلها ان الدنيا متبسطة سهلة، في سلاسة في الموضوع، مش بتحس الكلام، مش بتشوف الكلام اللي انت كنت بتسمعه دايما او اللي هو المجهود الجبار اللي انت لازم تبذله علشان تبقى سيرتيفيكت. لا، مفيش الكلام ده مع باشمهندس ايهاب. يعني الموضوع سهل جدا، بسيط جدا، في خطوات، في بلان انت بتمشي عليها، كل اللي انت مطلوب منك ان انت بتعمل فولو للبلان دي مش اكتر. ومجرد ما انت تعمل فولو للبلان دي، هو حاطط لك زي في راوندز كمان في البلان، راوند 1 وراوند 2 وراوند 3 لحد ما توصل للامتحان وتبقى مؤهل اللي انت تخش الامتحان. هو بيقول لك احجز الامتحان وادخل وقدم، وهو طبعا بيبقى واثق ان انت هتجيب جريد تخليك سيرتيفايد. فما فيش اي قلق او اي خوف من حتة ان انت يحصل سيرتيفايد ولا لا، الكلام ده مش موجود بصراحة. الكورس منظم جدا، الوقت بتاعه منظم جدا، الحاجات اللي جوه الكورس كلها، كل حاجة وليها وقتها بالظبط. فالموضوع سهل جدا وبسيط، انا مش حاسس بأي صعوبة، بمجرد ما انت بس تعمل فولو اللي هو بيقولك عليه وبس، هتكون سيرتيفايد بنسبة 100%، ده اكيد. يعني هو مفيش حاجة كاملة طبعا، بس هو بنسبة كبيرة انت هتكون سيرتيفايد. هي بس النقطة الوحيدة اللي انا كنت شايفها في الكورس ده، عشان طبعا الناس بتقول مفيش حاجة بتبقى كاملة او مفيش حاجة في الدنيا كاملة، النقطة اللي انا كنت شايفها في الكورس ده ان باشمهندس ايهاب طريقته في الشرح سريعة شوية، فانت ممكن ما تلحقش، او انا ما كنتش بلحق ان انا ابقى معاه، ساعات بتوه منه في النص، بس دي ممكن تكون حاجة في انا مش بتبقى عند الناس كلها. هو بس بيشرح بطريقة سريعة شوية، وانا كنت ساعات يعني في حتة بيحصل فيها دروب، بس بتعرف تلم الموضوع مجرد ما انت تذاكر. يعني دي مش كانت أزمة كبيرة بالنسبة لي، بس هي من الحاجات اللي هي قابلتني في الكورس، خلال الكورس او خلال السيشن اللي انا كنت بحضرها مع باشمهندس ايهاب. كلمة أخيرة، هو بس انت مجرد تعمل فولو للبلان هو حطها لك، وان شاء الله تبقى سيرتيفايد. شكرا.